شوي دجاج بالزبدة، أكل جديد تاعي. شوف كيف سوى. هذه بهارات كله، هذه مسمار حل وكريمة جبنة وملحة جنجبيل توم خلطة كاجو زبدة، هذا فلفل بودرة، فلفل أسود، كمون، كركم أصفر، طيب هذا زبادي، هذا زيت. أول شيء أنا قطع بصل وطماطم، طيب بعد سوي نار. خلاص هذا جاهز، طيب خلي هذا صحن. خلي مويا واحد لتر، طيب خلاص كده نقدم مويا. خلي شوية هذا بهارات، صوص بهارات وايش هذا؟ قرفة، هذا 8 أبا بسمار، 8 أبا حل، خلي هذا شوي هذا كاستوري مهتي. هذا 15 دقيقة، طيب الدجاج والجبنة نسوي. أول شيء ركب زيت واحد مرقة، واحد مرقة ونص، هذا ثوم جنجبي، خلي هذا واحد مرقة كده، مرقة بيت
टाइप से हल जाए इसे जाए हल इसे बर मैं तो इसे खाल पाला तो हल इसे बर مو لازم تصور كامل خليه نص نص تصور كبسين خلاص هذا جاهز هذا بارد طيب الحين نسوي خلطة خلاص هذا جاهز طيب خليها هذا جاهز هذا كله وصل كله برا كيف شوف هذا حليب طيب خلي هذا كده ربع كيلو ربع كيلو حليب كده خلي هذا خمسة وعشرين غرام كاجو خلاص هذا جاهز خلي شامبو خلي هذا جدا 50 غرام 50 غرام جدا
طماطم بصل هذا عصير نص كيلو طماطم 200 جرام بصل كيلو طماطم بصل 200 جرام شيلي كم ثلاثة حبة نفس كده ثلاثة حبة دجاج بالزبدة جاهز شوف الحين ركب فوق كريمة شوي طيب اوكي ما سلام ان شاء الله ثاني مره هنا شويه اكلتها انت